الله ربي واحد وأنا بك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. عباد الله، إن من أشرف العبادات والطاعات والأعمال ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، إذ هو بأبي وأمي سيد الدعاة إلى الله عز وجل، فالدعوة منهجه ومنهج الرسل من قبله ومنهج الصحابة والعلماء والصالحين. إن الدعوة هي منهج كل من اعتنق هذا الدين واتبع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأبرار رضوان الله عليهم ليست دعوة عن جهل حاشا وكلا، بل هي عن بصيرة وعن علم وعن يقين لا شك فيه. هي عن علم بالدعوة وحالها، وعلم بحال المدعو، وعلم بالمكان والزمان، هي عن علم بالمصالح والمفاسد، هي عن علم بالمآلات، لا كما يفعل الجهال باتخاذهم أساليب قد لا ترتضى شرعاً وينتج عنها ما يضر الدعوة وما يضر الدين. فأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر الداعون إلى الله، ومن ليس منهم وليس من أهل الدعوة إلى الله فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والادعاء. والداعية الصادق المخلص لا يطلب على دعوته أجراً إلا من الله عز وجل، كما قال سبحانه عن أنبيائه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ولذلك عندما وعظ أبو حازم الواعظ الخليفة سليمان بن عبد الملك موعظة رق لها قلب الخليفة ودمعت له أو منها عينه،
أرسل هذا الخليفة إلى ذلك الواعظ بمال وقال له: أنفقها ولك عندي مثلها كثير. وهذا حال الخلفاء والملوك، أنهم يكرمون أهل الدعوة ويكرمون أهل الدين، وهذا واجبهم وليس فضلا منهم. ولكن أبو حازم ما كان منه إلا أن ردها وكتب إليه: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن يكون سؤالك لي هزلا أو ردي عليك بذلا، والله ما أرضاها لك. يعني هذا التصرف من بيت المال ليس هو بيت مالك، إنما هو بيت مال المسلمين، ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟ وهذا العز بن عبد السلام ينصح للملك الأشرف فيرد عليه الملك: جزاك الله خيرا عن دينك وعن نصحك وعن المسلمين خير الجزاء، وجمع بيني وبينك في الجنة بمنه وكرمه، وأعطاه 1000 دينار. فردها العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء قائلا: هذه اجتماعة لله عز وجل لا أكدرها بشيء من الدنيا. هؤلاء هم الدعاة إلى الله عز وجل السائرين على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالداعية لا يطلب ثناء من الناس ولا مدحا، إنما يطلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله من أبلغ مظاهر تعظيم الله عز وجل. وكل من أحب شيئا دعا إليه. والداعية عباد الله يستحضر على الدوام حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقتدي به في دعوته، فإذا رأى منكرا أنكره كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم نحن في أمس الحاجة إلى إنكار المنكرات التي تفشت وجهر بها أصحابها على نحو يؤذن بنزول غضب الله علينا ما لم نتحرك وننكر تلك المنكرات. وأكثر المسلمين اليوم لا ينكرون المنكر بحجة أن الإنكار وظيفة رسمية لا يجوز أن يمارسها إلا من كان عنده تصريح، وهذا حق. وكل مسلم معه تصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره. فأنت تستطيع أن تنكر المنكر في خاصة أهلك بيدك، ولكن لا تستطيع أن تفعل ذلك مع المسلمين عامة. أما الإنكار باللسان فلا يستطيع أحد على الأرض أن يمنعك منه، فهو واجب من الواجبات التي فرطنا فيها كمسلمين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حياته كلها دعوة إلى الله عز وجل، كلها تعليم للمسلمين ووعظ للخائفين وتبشير للراغبين. حياته كلها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إن رأى رجلا يأكل بشماله أو رأى رجلا يلبس الذهب أنكر عليه، إن دخل بيتا وجد فيه تماثيل أو تصاوير أنكر على صاحب البيت، تغير وجهه، مزق تلك التصاوير وأزالها. إن زار أهل الكتاب في بيوتهم لم يزرهم لتناول الطعام وللاختلاط بهم، بل دعاهم إلى الله عز وجل، كل ذلك رغبة فيما عند الله تعالى وامتثالا لأمره. والله عز وجل لم يأمرنا بهداية الناس ولم يكلفنا بجعلهم يستجيبون، إنما ذلك له عز وجل، إنما أمرنا الله تعالى بالدعوة وإن لم يستجيبوا. قال عز من قائل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولو أن المسلم عباد الله استحضر الأجر الذي يناله إن دعا إلى الله تعالى، والله لتسابق الناس إليها ولما فرط فيها أحد. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله،
وقال: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن طريق الدعوة ليس محصورًا في باب واحد، وليس كما يظن البعض أن الدعوة هي الخروج لعدد معين من الأيام وترك الأموال والأولاد والإقامة في المساجد، والدعوة إلى سنن معينة محصورة لا تزيد عنها كالصلاة في المسجد وهي من أعظم القربات، والدعوة إلى تقصير الثوب واستخدام السواك وإعفاء اللحية، وكلها من الواجبات أو من السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما حصر الدعوة إلى الله في هذا المنهج وفي هذه الطريقة فليس ذلك هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليست الدعوة محصورة في جماعة أو محصورة في منهج، بل الدعوة هي أسلوب حياة. جهاده صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله هو من أعظم أنواع الدعوة، وهو من أعظم إنكار المنكر، لأنه لا منكر أكبر من الكفر والشرك، ولذلك قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أمر من الله عز وجل بالقتال، فالجهاد من أعظم وسائل الدعوة. ادعوهم إلى الله عز وجل، فإنهم استجابوا لك فالحمد لله فبها ونعم، فإن لم يستجيبوا وأبوا الإسلام فأخبرهم بأن الله قد افترض عليهم الجزية، فإنهم أبوا فقاتلهم وناجزهم حتى يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه هي الدعوة. والدعوة كما تقدم ليست محصورة في منهج أو في جماعة، بل هي سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها وفي سيرته وفي سنته، لكن طريق الدعوة محفوف بالمخاطر والابتلاءات. فنبينا خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم أوذي في الله في بدنه وفي عرضه، وأجبر على الهجرة والفرار بدينه. فينبغي على الداعية إلى الله أن لا يظن أن الطريق مفروش بالورود، ينبغي على الداعية إلى الله أن يستعد للأذى وأن يصبر على ما يلاقيه. والمشركون إن كانوا كما وصفهم الله عز وجل يصبروا على باطلهم في قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إن كان المشركون يصبرون على باطلهم وعلى آلهتهم، فالمسلم من باب أولى أن يصبر على الحق المبين. قال الله عز من قائل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإن من أنفع وأبسط طرق الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة بالفعل والتطبيق. فالإسلام دخل دول إفريقيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا عن طريق أخلاق التجار المسلمين الذين كانوا خير دعاة لدينهم، وكانوا خلافاً عنا كانوا يقولون ما يفعلون. واسأل نفسك يا عبد الله، كم من الناس دخل الإسلام بسببك، وكم من مالك وجهدك بذلت للدعوة إلى الله عز وجل. إن الله تعالى جعل الأئمة صنفين اثنين، فقال:
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف. وحذر من صنف آخر فقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فيا عبد الله، سل نفسك من أي الفريقين أنت وأولادك وأهل بيتك؟ هل أنت من الذين يهدون بأمر الله، أم أنت وأولادك وأهل بيتك من الضلال الذين يصدون عن ذكر الله عز وجل ويهدمون الإسلام ويهاجمونه ويودون لو أن الغلبة لأعداء الله علينا؟ فاتقوا الله وادعوا إلى ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ابذلوا أموالكم وأوقاتكم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ووالله إن الناس فيهم خير وفيهم رغبة وفيهم حرقة لهذا الدين ما يطيش له عقل العاقل. زارني بالأمس رجل من بريطانيا، من أوروبا، أوروبي، ومعه ولده مستمسك بالدين، يلبس لباس هذه البلاد، أتى للعمرة، لم يأتي لتجارة أو لنحوها، ومعه ولده وقد ناهز 11، لا يحسن العربية، يحفظ 5 أو 6 أجزاء من القرآن، وهو يعد ولده من سنين كي يكون داعية إلى الله عز وجل وطالبا للعلم، والولد فيه تحرق للدعوة إلى الله عز وجل. والله إنه لأمر مخزن أن تكون في بلادنا حلق تحفيظ القرآن وحلق الدعوة إلى الله ونشر العلم، ومع ذلك قل أن تجد من يبعث بابنه إلى مثل تلك الحلق المباركة. إنه لمخزن أن يأتي نادي من إسبانيا أو من أوروبا لفتح مدرسة تعليم كرة القدم بالمبلغ الذي لا يخفى عليكم، وإذ بأبنائنا وفلذات أكبادنا نبعثهم، لا أقول مع السائق، نبعثهم مع أمهاتهم وأخواتهم، وتراهم في تلك الملاعب نساء ينظرن إلى الرجال يصاحبن الأطفال. أين العزة؟ أين الدين؟ أين التحرق إلى الدعوة إلى الله رب العالمين؟ فاتقوا الله عباد الله، وابذلوا أموالكم وأوقاتكم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإن أهل الباطل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وليخرجوا الناس من النور إلى الظلمات. اتقوا الله ولا تخشوا أحداً إلا الله، عليه توكلوا وبه استعينوا، والله مظهر دينه ولو كره المشركون. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداء هذا الدين من المشركين واليهود والصليبيين وإخوانهم وأعوانهم من المنافقين العلمانيين، يا عزيز يا حكيم. إلهنا اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ بما يرضيك آمالنا. ربنا اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل ثارنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، يا عزيز يا حكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.